ألف مبروك على شهادة محمد وعبد الجليل. ألف مبروك. الله يبارك فيهم إن شاء الله. والله من جاني الخبر. سجدت لله شكر والله. شكر يعلم الله من جاني. والله سجدت لله شكر. من جاني على طول سجدت والله قلت نتمنى الشهادة ويرفع. احنا نهدي هالشهادة حق رسول الله اللي نحبه وحق أهل البيت صلى الله عليه وآله وحق المؤمنين كلهم اللي يحبون الإمام الحسين عليه السلام. من هلاك محقق، بس الحمد لله أنقذ هو وخالته محمد بن حسن العيسى. الحمد لله الله يبارك لهم ويبارك لهم هالشهادة. شو الطريقة؟ شو اللي صار يا أبو طه؟ شو اللي صار بالضبط يا أبو طه؟ ظاهر إن أنا ما أدري، بس اللي أدري بقول لأختي هو جايب عباء لابسه. صحيح. فشال العباء، عرف إنه ما هي ممنوع دخول النسوان هالجمعة ذي. صحيح. فطلب شال العباء بقراسه، عرف إنه طبوا عليه اثنين هو أخته وتفجروا ثلاثتهم. الحين وصل له من بيت عبد الله الخميس. والخباز محمد راح على بيته، جزء من بيت محمد. الحمد لله. الله يبارك لكم الشهادة. لهم نعم. الله يبارك. كم أنقذ من اليتيم؟ نعم. وعلى كم اليوم الجمعة نصلي؟ وخصوصا هسه